أرضية هذا الميدان. خامس أشواط الحول، أن هناك كان 10 أشواط سن الثنايا، وثم انتقلنا إلى مرحلة الحول والزمول. هي خامس أشواطنا تنطلق بعون من الله تعالى وتوفيقه. إذن بهذا الانطلاق والتقدم والإثارة نتابع هذه المجريات، نتابع المسيرة، نتابع الانطلاق والتحدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا الصدارة والمقدمة والمركز الأول الوثبة، من تأتي على الصدارة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن خلفان الجهوري، من يأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. العفريت في المركز الثاني من هجن الرئاسة بقيادة حمد بن أحمد بن مايد لخيلي، من ينطلق بهذا التحدي والإثارة. بينما المركز الثالث في هذه الانطلاقة هملولة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي في تضميرها، وهنا تأتينا هيام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الينيبي في التضمير. أبو ناصر يتواجد بهذا الانطلاق الجميل مع هيام، من تأتينا على المركز هنا ايضا الرابع. وفي المركز الخامس الجذابه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، والوصول هنا من منحاف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان، يمعى بن عتيج الرميثي من يضمر منحاف على المركز السادس. وفي المركز السابع المسك تتواجد لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان ال نهيان، احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضمير المسك، من تنطلق على المركز السابع. وفي المركز الثامن عنيدة من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد لخيلي، من تأتينا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة هنا على المركز السابع أو المركز الثامن. بينما المركز التاسع، المركز التاسع روعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم، راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي في تضمير روعة، من تنطلق على المركز التاسع. وفي المركز العاشر أمجاد، هنا تتواجد لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هذه نتائجنا للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم في أول ندى للمراكز العشرة الأولى. وخلف المراكز العشرة هناك أسامي، هناك شعارات تتواجد. لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى الوثبة، من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. هنا من هجن الرئاسة بقيادة علي بن خلفان الجهوري، من ينطلق بهذا التحدي والإثارة هنا بهذا الأداء الجميل مع الوثبة على الصدارة وعلى المركز الأول. العفريت في المركز الثاني، العفريت من هجن الرئاسة بقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، من يأتينا بالعفريت هذه الانطلاقة على المركز الثاني. بينما المركز الثالث الانطلاقة هنا من هملولة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان بقيادة أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي، ثلاثية جميلة بهذا الانطلاق المميز والجميل. بينما المركز الرابع، الرابع المراكز هنا تأتينا هيام وتنطلق بهذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم، من ينطلق بهذا التحدي الجميل مع هيام بهذا الانطلاق المميز. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس والمنطلقة على خامس المراكز، وتأتينا من حاف لسمو الشيخ الزايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمعى بن عتيق بن قصل الرميثي في التضمير، من تنطلق على المركز الخامس. بينما سادس المراكز وسادس الانطلاق هنا هذه اللحظات الجذابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، من يأتينا بالجذابة بهذا الانطلاقة والتحدي الجميل.
المركز السابع، المركز السابع أمجاد على المركز السابع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم بن مكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد السبوسي في التضمير من ينطلق هنا بهذا التحدي الجميل على المركز السابع. المركز الثامن عنيدة من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيلي من ينطلق على في هذا التحدي. المركز الثامن والقدوم هنا هذه اللحظات أو المركز التاسع، المركز التاسع المسك لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن غلفان بالصايغ المزروعي في تضمير المسك بهذا الانطلاق. وعلى المركز العاشر تأتينا هنا في هذه اللحظات شروق لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي خليفة بن سالم بن راشد الطنيقي في التضمير من تنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى صدارة، نعود إلى هملولة من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هملولة من انطلقت على التحدي وعلى الإثارة، هملولة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان بقيادة الجنتلمان هنا من يتواجد بهذا التحدي الجميل أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي. وعلى المركز الثاني العفريتي هنا من هجن الرئاسة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي في التضمير العفريت على المركز الثاني. وفي المركز الثالث هيام قادمة، هيام قادمة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم محفوظ بن خميس طينيبي في التضمير من ينطلق مع هيام هنا على المركز الثالث. رابع مراكزنا من حافل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق بن كسل الرميفي في تضميرها. وخامس مراكزنا الجذابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع أحد شباب الخوانيق سعيد بن عبيد الحميري بهذا الانطلاق والتحدي. خمسة مراكز المسك قادمة على سادس المراكز هنا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها من تنطلق على المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع والمنطلقة هنا في هذه اللحظات ندى من هجن الرئاسة صالح بن سعيد بن عرج المري في تضمير ندى على سابع المراكز. وفي المركز الثامن، المركز الثامن عنيدة من هجن الرئاسة عيسى بن سعيد الخيلي في التضمير. المركز التاسع، المركز التاسع الوصول من الهنوف، الهنوف لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري من يضمر الهنوف. وعلى المركز العاشر هنا تأتينا روعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي في التضمير. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز العشرة الأولى في هذا التحدي الجميل. مشاهدينا الكرام نعود إلى صدارة. نعود هنا إلى التحدي الجميل والإثارة. لا زالت هملولة هي المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على صدارة وعلى المركز الأول. تنطلق بصدارة هذا الشوط سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الشاب اللطيف. هنا ينطلق الجنتلمان، ينطلق ويتحدى بهذا الأداء الجميل هنا بهذه اللحظات على صدارة على المقدمة. المركز الثاني القدوم من هيام، هيام القادمة هنا في هذه اللحظات على المركز الثاني لسمو الشيخ حذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم محفوظ بن خميس لنيبي في تضمير هيام من تنطلق على المركز الثاني. والمركز الثالث من حاف من الجانب الآخر، من حاف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج الرميفي في تضمير من حاف على المركز الثالث. المركز الرابع العفريت من هجن الرئاسة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي في تضميرها. وعلى المركز الخامس هنا المسك قادمة، المسك قادمة كي تساند هملولة، المسك لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي
في تضميرها هنا خماسية جميلة تنطلق بقيادة هملولة، هي المسيطرة على الصدارة، هي المسيطرة على المقدمة، على المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل الهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضمير هملولة، هنا المنطلق على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ركز أبو خلفان، ركز مع هملولة من انطلقت على الصدارة، على المقدمة، هيام قادمة، هيام قادمة، هيام وهملولة، هملولة وهيام، هيام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان مع الزعيم محفوظ القميص النيبي. الله، هيام، هيام وهملولة، هيام تتسلل على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا للزعيم، تهانينا على هذا الأداء الجميل، تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان على فوز هيام بالمركز الأول. تهانينا للزعيم محفوظ القميص النيبي المركز الثاني. وصلت هملولة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان مع أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي من حاف على المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد أنهيا معي مع ابن عتيق الرميثي المركز الرابع. وصلت مشاهدينا الكرام، هناك أيضا العفريت لهجن الرئاسة محمد بن أحمد بن مايد لخيالي وعلى المركز الخامس. وصلت هناك أيضا نداء لهجن الرئاسة مع صالح بن سعيد بن علي المري. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق المميز والجميل هنا في هذا الأداء الجميل. واستطاعت ها هي التسلل لهيام ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز معلنها الناموس. تهانينا على هذا الأداء الجميل هنا والانطلاق لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان. تهانينا لمحفوظ مخميس النيبي 12 دقيقة 40 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي قدم بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هملولة قدمت على تشكر عليه. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل الهيان. تهانينا لأحمد بن خلفان الصايغ المزروعي 12 دقيقة 41 ثانية 6 من الأجزاء من الثالث توقيت الزمني، بينما المركز الثالث كان من نصيب من حاف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان مع يمعة بن عتيق الرميثي 12 دقيقة 45 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني. تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل مع انطلاقة الشوط السادس.